إيران تتحضر للرد القوي، ولكن في ذات الوقت يعني لطالما أكد الحرس الثوري الإيراني بأنه الرد سيكون بالطريقة وبالزمان الذي يعني ستحدده وتختاره إيران، قد يستغرق وقتا طويلا إلا أنه سيأتي وفق الوقت الذي تراه إيران مناسبا. هل فقدت يعني القوة إيران بهذه الطريقة؟ لم يعد الوقت من صالحها؟ يعني تعلمين تماما بأنه إسرائيل تعد العدة، تعلن أنها مستعدة للدفاع كما هي مستعدة تماما للهجوم، بالإضافة للتحشيدات العسكرية والتعزيزات الأمريكية في المنطقة. يعني إيران لديها بعض الحسابات السياسية والأمنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وأيضا حسابات متعلقة بعدم خوض صراع إقليمي موسع يؤدي إلى صدام مباشر وصراع مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن إسرائيل تحاول دفع الولايات المتحدة إلى هذه المواجهة وإلى صراحة ضرب البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي هذا التأخر أو التمهل في الرد الإيراني ناتج لهذه الحسابات، إضافة إلى التيارات الإصلاحية والتيارات داخل إيران والتيارات المتشددة داخل الحرس الثوري الإيراني التي تتنازع ما بين ضربة قوية وما بين ضربة لا تؤدي إلى صراع إقليمي وحرب أوسع. من جانب آخر هناك عدة سيناريوهات تتحضر لها إيران وفق التسريبات المتاحة، إما أن يكون على شاكلة الضربات التي وجهها حزب الله، إما أن يكون سواء من خلال وكلاء إيران في العراق، في سوريا، في اليمن، إما بشكل متتابع بحيث انتهى الفصل الأول مع ضربات حزب الله، قد تبدأ بعض الميليشيات التابعة لإيران داخل العراق وسوريا في إثارة بعض القلائل، في توجيه بعض يعني الضربات داخل إسرائيل أو للمصالح الأمريكية، قد توجه جماعة الحوثي في اليمن بعض الضربات، وبالتالي إما أن تكون منفردة ومتتابعة، إما أن تكون مجمعة في ضربة متعددة الجهات تؤدي إلى إنهاك القدرات الدفاعية الإسرائيلية، أو سيناريوهات أقل خطورة وهي استهداف لمواقع تابعة للموساد الإسرائيلي خارج إسرائيل.